وأنا اللي رح لاقي لك الصورة اللي أنت راسمها لأنترا، ورح أعمل كل يلي بقدر عليه لأقدر رجع لك إياها، وهذا وعد مني. يا مدام، اشتغل جهاز الإنذار، لازم تمشي فورا. ايه رايحة. استني مدام، استني. خدي هي معك، هي الصورة ما لها قيمة، ما راح تنباع، وحتى ما دفعت لك حقها مثل الأغراض. لا 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 لا، أنا ما بدي إياها، خليها عندك، ماني بعزتها، وكمان هي الصورة مانا حلوة بنوب، ما بدي إياها، ممكن يجيها شي زبون. مو معقول. ليكو، أخيرا، لو أنا ما وقعت ما لقيته، يعني مثل ما بيقولوا رب ضارة نافعة، منيح إني وقعت. بس أكشات معه حق، حتى مشي ما بعرف امشي منيح. ما تكون انشقت. وهلا انا لازم فوت على المحل ودور على الاغراض. شو عم تعمل جودان بهذا المكان؟ هي من وين جابت عنوان المحل؟ أنا بدي فوت خبر البياع قبل لجودان بلا ما يجيب سيرتي. لا 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 لا، بلكي هي شافتني عنده. لا بلاها، أنا لازم روح من هون على السريع. كب الصورة واخلص. ليك سكر المحل والحقني، خلينا نروح. تركت لي هاللوحة عندي. ايه انا ناقصني كراكيب، رح ارميها واخلص منها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.